اجيت للحسينية جبت لابنك وياك، رحت للمسجد وديته وياك، زرت الإمام الحسين وديته وياك، وديته مسجد السهلة. ولا أنت بعد ما تدري وين صار مسجد السهلة؟ وهواي يقول لهم مسجد السهلة، يقول أول مرة أسمع الاسم هذا، وين صاير؟ رحت مسجد الكوفة، وديته إلى مسجد حنانة، وديته إلى مراقد العلماء، عرفته في الأجواء الدنيا. عايف ابنك أنت بالشارع وعايفه ويا أصدقائه، ما تدري وين رايح وين جاي، طبيعي ما يصلي. إذا جماعته وأصدقائه وربع ما يصلون، هو أيضا ما يصلي. يا ناس قوا أنفسكم، القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بعد منه لا تقول أنا وأهليكم نارا. يعني يوم القيامة يا رجل، أنت من جابرك تتزوج؟ تزوجت وصار عندك عيال وأولاد، غصبا عليك وعلي لازم اهتمي بتربيتهم بعنايتهم. هذه السيئات نبدلها. زين سأخطأ الولد، أعوفه أكفخه؟ ما يفيد. شوية خلي أتكلم أكثر، اسمحوا لي. يعني إذا بنت لا سمح الله أخطأت وأنت الأب افتهمت، تأخذ الموبايل من عدها وتسجنها بالبيت وما تروحين للجامعة، خلصت؟ ما خلصت، غلطان. أحكي بالقلم العريض ذرة، غلطان. تتصور أنت إذا سحبت الموبايل انتهى كل شيء، شلت البنية وخليتها بالغرفة وسديت الباب عليها، والله نقتلها، والله نذبحها. مو بكيفك أنت، مو بكيفك تذبحها وتقتلها. شنو الحل؟ الحل أنت عايفها، أنت ما معايشيهم أجواء إيمانية. وديتها للزيارة، لما توديها إلى الإمام الحسين تنظر إلى قبر سيد الشهداء، لما تقرأ الزيارة، لما تصلي، لما تعيش هذه الأجواء باستمرار، مو بالسنة مرة، مو بالسنتين مرة، باستمرار. بس هذه الحلة، الحلة وبين كربلاء ساعة طريق، إيش قد يأخذون يعني اليوم سيارات ودي وجي؟ وديهم للزيارة دائما، عيشهم أهلك أجواء إيمانية. صار ليلة الجمعة، تعال بنتي قرينا دعاء كميل، تعال ابني اقرانا زيارة عاشوراء. مو أنت تفتح التلفزيون وتقعد تشوف التلفزيون، لا، اقعد أنت اقرأ لهم دعاء، أنت اقرأ لهم، علمهم تعقيبات صلاة الصبح. افتح مفاتيح الجنان، افتح مفاتيح الجنان، تعقيبات صلاة الصبح. شنو بيها؟ مو الإنسان إش قد من عندنا صلاة الصبح تفوت من عندهم. شو بقى عندي بعد صلاة الصبح؟ قضاء، بقيت الصلوات ما تتأخرين، لحقنا ما لحقنا مو مشكلة. كيف يتم تبديل السيئات إلى حسنات؟ البنية هذه أنت مو قاعد وياها، أمها إذا ما تعرف تقرأ وتكتب، إذا أمها هي ما مهتمة فيها، من يهتم فيها؟